صباح النور البنات، مبروك عواشركم، تعيدوا تعاودوا كيف ما تتشوفوا. هذه هي اجواء العيد، كان ذبحوا وكان انا ومرت لوسي دابا كنشوطوا في الريوس، من بعد غادي نمشيو نقطعوا الدواره، تنقولوا لها الدواره. المهم هنايا راه ديجا بديت كنقطع وكنركب، لحقاش عزيز عليا انا هاد التقطاع والتركاب تاع الختبان. وصافي كنقول لكم عيدكم مبروك، عواشركم مبروكه، كنتمنىكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير واموركم كلها بخير البنات كاملين. المهم هادو صورت مقتطفات من العيد، وهانتوما معايا في هذا الفيديو حتى الاخر. صباح النور بنات، كي صبحتوا بخير، كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم الثاني من ايام العيد وجيت لدارنا في بني ملال، والوالده غادي تطيب الكسكسو، كسكسو ملالي هذه. هذه الخضره، قطعات الخضره كامله، دارت هنايا القرعه حمراء، الربيع مطيشه، وهنايا الكورجيت، كاع الخضره قطعتها هنايا. هذا الكسكس، خاصك تصبر ماشي هذاك راك سول بنتك بوشي تسمع سير يلا على بركة الله حقه. يلا بركش دابا هاد الحركات هما اللي كنحتاجو. بركش بركش هاكا هذاك كسكسو بنين لحقاش تاع عمي. يلا سير لي اورا ست الماء سقي لي عا تاعي اللي بقى ما سقيش. Thank you.
تهلا فيها بالقديدة. حرام. سلام بنات، كي دايرين؟ بخير. وصلت العشيه ودابا خرجنا نديرو دويره في بني ملال، غنصور لكم مقتطفات من القصبه. المهم البنات اللي بغيت نقول لكم هو اشتركوا في القناه، ما تنساوش الدعم تاعكم باش تزيد القناه القدام ان شاء الله. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وفي فيديو ماجي مبروك عواشركم، تعيدوا تعاودوا، وفي فيديو ماجي. باي باي.